شرعيه وان انا اكون، لكن انا لا اعرف لماذا اختلفت وتمردت. التمرد ليس هو الخروج على يعني الدراسه الازهريه، لكن انا عاصرت الفتره التي تم تطوير الازهر فيها، يعني في نفس العام سنه 62 انا التحقت بالاولى اعدادي عام 62، وكنا ندرس كل العلوم العامه في المدرسه وقرارات كل السنوات من يعني العلوم والرياضيات والمدرسة.